ولا يهل ولا طعام المسكين فويل للمصلين فصل لربك وانهر إن شانك هو الأبتر كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وأرسل عليهم طيرا أبابيل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالهن المنفوش يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ثم كلا سوف تعلمون وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالهن المنفوش إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ومن شر واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في اللقب سيصلى نار